معانا دلوقتي على الهاتف الكابتن إيهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخبنا للشباب. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور في برنامج رقم 10، وهارد لك طبعا الخساره والخروج من كاس الامم الافريقيه. الحمد لله الحمد لله، طبعا بتشرف بحضرتك طبعا، يعني الحمد لله، يعني ما حدش يقدر غير الحمد لله يعني. الحمد لله، بس اكيد بدايه يعني حضرتك عندك نفس الحزن واكيد اكتر كمان لانك عضو في الجهاز الفني، عضو في هذا الجهاز للمنتخب. كل الشعب المصري حزين، هقولها لك بمعنى ادق، كل الشعب المصري مصدوم، كان نفسه يشوف المنتخب افضل من كده. ليه ما قدمناش مباريات كبيره في هذه البطوله؟ بقول لحضرتك طبعا متاسف طبعا للناس كلها، وهي دي كره القدم طبعا، انما انا كنت عايز اقول بس المشكله كلها ان الاولاد دخلوا في البطوله متاخر جدا، ما حسوش بقيمه البطوله وقيمه الفرق وقيمه الحدث نفسه غير متاخر بعد ما بداوا المباراه الاولى، وده طبعا حاجه ما تبقاش كويسه، لان المفروض بطوله امم افريقيا احنا طبعا كجهاز احنا والله احنا دعمناهم بشكل كبير جدا، وقلنا لهم دي بطوله كبيره زي بطوله امم افريقيا للكبار، لازم تعتني بيها، لازم هتقابل فرق قويه جدا، هتقابل فرق فيها فرق مسننه، فالحاجات دي كلها لازم تاخدها في عين الاعتبار. الاولاد طبعا الحاجه اللي هي ما حصلتش بالنسبه لمنتخب الشباب في بطوله امم افريقيا ان ما كانش فيها يعني اعلان بيها كويس، يعني امم افريقيا للكبار بيتحط اعلانات على الكباري في الشوارع، يعني حاجات كتير جدا كانت لازم تحصل ما حصلتش، يعني ما حصلتش غير قبل البطوله بيومين يمكن ولا حاجه، ابتدوا يتكلموا عن البطوله، ابتدوا يتكلموا عن منتخب الشباب. طبعا كل ده انا شايف ده حاجات اثرت على منتخب، على اللعيبه، لان طبعا اللعيبه دي ما عندهاش خبره، ما عندهاش كابتن إيهاب، انا كنت عايز اقطعك والله، بس يعني لو تسمح لي يعني وانا اخش معاك في هذا النقاش، هل تتصور او تتوقع مثلا ان المنتخب السنغالي للشباب كان عنده دعايه اعلاميه كبيره ودعايه على الكباري في السنغال، نفس الامر المنتخب النيجيري، نفس الامر المنتخب التونسي؟ خد بالك انت راجل ولك خبراتك الكبيره، تعلم ان منتخبات الشباب الاهتمام الاعلامي بيهم في العالم كله ما يبقاش اهتمام كبير، هو دايما الاهتمام بالفرق الاولى، وبالتالي انت بتبقى انت بقى ليك دور كبير جدا كجهاز فني انك تحفز اللاعبين اكتر ما تستناه من حتى الاعلام او من الشان العام بشكل عام. اتفضل. تمام، كلام حضرتك مظبوط جدا، بس انت هنا بتلعب في القاهره او في مصر، بلد كبيره، ما يعني مش عايزين برضو نقارن اي بلد افريقيه بمصر، يعني مصر بلد كبيره، بلد ليها باع، بلد ليها واخده اكتر بطولات افريقيا على مستوى افريقيا كلها 7 مرات. الحدث اللي بيحصل في مصر لا يمكن يحصل في السنغال ولا في مالي ولا في كوت ديفوار ولا في كاميرون. مصر بلد كبيره، مصر كل الناس بتعلم منها، فلازم يكون احنا مش عايزين نقارن نفسينا بالبلاد الثانيه، احنا ممكن نقارن نفسنا باسبانيا، بالمانيا، بفرنسا، العالم ديت احنا بلد كبيره. يا كابتن إيهاب، انا عايز اقارن نفسي بالبلاد ديت على مستوى الانجازات والبطولات دلوقتي، يعني على انا احب اقارن نفسي بالسنغال وهي بتكسب بطولات، احب صحيح. ما عنديش مشكله، مش عايز اروح انا لاسبانيا والمانيا والقصه كلها ليها علاقه بالاعلام، بس تمام. حضرتك قلت ان جزء له علاقه بالدعايه الاعلاميه ما كانتش كبيره للبطوله، ايه تاني كان من الاسباب الاخفاق؟ بص بقى، الفرق اللي هي جت ولعبت في مصر زي السنغال ولا نيجيريا ولا الفرق الكبيره دي اللي جت، هي جايه وشايله شنطها ومسافره راح تلعب بطوله امم افريقيا، تمام كده؟ زي ما احنا شلنا شنطنا وسافرنا البطوله العربيه في السعوديه، عملناها بطوله رائعه جدا وكذا قوسين او ادنى ان احنا ناخد البطوله، يعني فاهمني حضرتك؟ غير البطوله اللي احنا لعبناها في مصر في بلدنا. فالحدث بيبقى على قد الموضوع، يعني احنا مثلا ايه، كنا مسافرين شمال افريقيا لعبنا نهائي شمال افريقيا، رحنا البطوله العربيه في السعوديه لعبنا نهائي البطوله العربيه، في مصر هنا خرجنا قبل النهائي. فانا عايز اقول لحضرتك عشان تلعب مباريات كبيره او حدث كبير زي امم افريقيا او البطوله العربيه، لازم تشحن اللعيبه اعلاميا كتير جدا، غير اللي احنا بنشحنه للعيبه فنيا، ده
ده مهم جدا. مين اللي يشحنه؟ مين اللي يشحنه يا كابتن ايهاب؟ احنا كجهاز فني بنشحن اللعيبه فنيا. تمام. انما الميديا والحاجات دي كلها كانت لازم برضو يبقى ليها شويه يعني. يا كابتن ايهاب، هل اللي حصل للمنتخب واحنا متزايلين جدول الترتيب ومعانا نقطه واحده ومش مسجلين ولا هدف، كل الازمه ان الاعلام ما اهتمش بالمنتخب خالص؟ والله اصل انا سالت حضرتك، انا ما رضيتش اطول فيها عشان حضرتك تقول لي كل الاسباب، بس ده السبب الثاني اللي حضرتك برضو ربطته بالاعلام. انا عايز سبب فني، عايز سبب له علاقه باللاعبين، عايز سبب الجهاز الفني يقول والله احنا اللي غلطانين، والله اللاعبين كان عندهم اخطاء، والله احنا قصرنا يعني. ما هو ده انا مش هنكر كده. احنا مش هنكر يعني، مش ده الاساس والله العظيم، مش ده الاساس. بس انا بتكلم نوع يعني جزء من الموضوع، انما اساس الموضوع كله انك تلعب في الملعب وتادي، ده المهم جدا. انت فاهمني؟ ليه بقى ليه ما اديناش يا كابتن ايهاب؟ ما انا بقول لحضرتك الاولاد طبعا ما فيش خبره عليهم. حتى ما عندناش لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز، غير ثلاث لعيبه بس، وثلاث لعيبه بيلعبوا في الدوري المحلي، يعني ما فيش فيهم فرقه بتلعب في افريقيا. حتى اللعيبه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي ما لعبوش في افريقيا مع النادي الاهلي. لعيب في الزمالك ما بيلعبوش، ما فيش غير عندنا ثلاث لعيبه بيلعبوا في الدوري الممتاز زي عمر فايد وفارس ومحمد حمدي، دول اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز بصفه يعني كويسه معقوله يعني. انما الباقي كلهم بيلعبوا تحت الشباب والناشئين في انديتهم. طبعا بتختلف من الملاعب، بتختلف من الجماهير، بتختلف من الموضوع. يعني انا اقول لحضرتك يعني بعد الخبره دي كلها، وانا نازل نازل اسخن الحراس بتوعي في اول مباراه، الموضوع صعب جدا يعني بالنسبه لي. انا شفت حاجه والله بجد، انا اشعرت من اللي انا شايفه. وانا لان انا عندي خبره في الحاجات دي، الاولاد لما شافوا الحاجات دي، ملعب استاد القاهره والجماهير وكاميرات وتلفزيونات بتذيع من كل انحاء العالم، انا شايف انا في اعتقادي ان اللعيبه ما قدروش يسيطروا على الاجواء اللي موجوده ويخشوا في المباريات ويكسبوا. يا كابتن ايهاب، ده مش عذر. ايوه، ما انا عارف ان هو مش عذر، انا فاهم اكيد مش عذر، بس انا اقصد انه ما احنا بنلعب وسط جماهيرنا، ما بالك انت نفس المرحله العمريه وبيلعبوا مش قدام جماهيرهم. يعني لو انا هقول في ضغط على لاعبين، فضغط على المنتخبات اللي احنا بنلعبها المفروض مش علينا احنا، ده احنا المفروض يبقى الموضوع بالنسبه لنا محفز اكتر من ضغط، واحنا بنتكلم في نفس المرحله العمريه، احنا مش بنتكلم في لعيبه، احنا منتخب الشباب وبنلعب مع منتخب الكبار، ما هم منتخب شباب برضو زينا. طبعا مفيش كلام، بس برضو احنا بس عايزين نقول برضو حاجه، ان افريقيا فيها برضو تسنين كتير جدا يعني. والله العظيم بجد انا شفت اللعيبه بتاعت السنغال ونيجيريا وموزمبيق، فيهم لعيبه شكلهم كبير جدا. انا ما انكرش، انا ما اقولش ان هم دولت مثلا كبار في السن، ما اقدرش اكذب بكده، انما انا شايف ان هم فعلا شكلهم كبير. ممكن يكون هم شكلهم كده، انما القوه اللي بيخشوا بيها واللعب اللي بيلعبوه ده لا يمكن يكون دول عندهم من مواليد 2003. يعني ده مش عذر برضو. انا بكلم حضرتك وده برضو والله ما عذر، بس انا بتكلم ان اللعيبه ما قدرتش يعني مش على قد قدر الحدث يعني. اللعيبه انا ما انكروش، يا كابتن ايهاب، اللعيبه اللي احنا اخترناها كجهاز فني انت شايفهم ان هم ما كانوش على قدر الحدث، صح؟ مش اللعيبه اللي احنا اخترناهم، انا بتكلم على اللعيب اللي كانوا معانا مش على قد الحدث، اللي هم يعني دخلوا في البطوله متاخر، هي دي النقطه. عشان كده ما كسبناش ماتش موزمبيق، احنا لو اللعيبه دي عارفه اهميه الحدث كانوا كسبوا موزمبيق سهل جدا. بس كابتن ايهاب احنا ما دخلناش البطوله اصلا، يعني انت حضرتك بتقول احنا ما دخلناش بدري، احنا موزمبيق اتعادلنا واتغلبنا من نيجيريا وبعد كده اتغلبنا من اسرائيل، احنا ما عرفناش حتى نخشها، احنا ما دخلناش خالص. انا معاك والله انا ما هنكر، انا ما هنكر، لا انا اعتبرها بيني وبينك فضفضه قدام الشعب المصري كله والجماهير المصريه، عشان انا متاكد ان انت اكيد زعلان يعني. ما هو برضه زعلان جدا، ما انا فاهم، وبتاسف للجماهير. ان احنا كنا نتمنى ان احنا نروح كاس عالم، والله العظيم بجد انا زعلان وخجلان جدا يعني. انا مش هنكر الكلام ده، وكلنا زعلانين، لان انا برضو فرد من الشعب المصري، احب بلدي واحب ان بلدي تبقى احسن حته في الدنيا كلها. فاهمني حضرتك؟ طب كابتن ايهاب، بعد ما خلصت البطوله، تمام،
حسيت انت بقى كعضو في الجهاز الفني، واحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، هو احنا ايه المشاكل اللي عندنا؟ ايه القصور اللي عندنا؟ هل عندنا مشكله في جوده اللاعبين؟ هل عندنا مشكله في انتظام مسابقات الشباب؟ هل عندنا مشكله ان احنا ما عندناش محترفين كتير؟ هل احنا كان عندنا محترفين بس ما رحناش دورنا عليهم؟ ايه المشاكل اللي انتوا بعد كده كجهاز فني لما قعدتوا مع بعض قلتوا اه ده سبب ان احنا ظهرنا بالمستوى ده؟ بص حضرتك، جودة اللعيبة مهمة جدا. البطولة اللي بتتعمل بطولة في الشباب أو الناشئين ما بتفرزش لعيب كويس، بتفرز لعيب كويس بالنسبة لمصر. إنما أنت عاوز لعيب يلعب على مستوى أفريقيا أو محترف بره، ده دي لها نوعية تانية. أولا اللعيبة مش ما بتكلمش حتى اللعيبه الشباب والناشئين، حتى الكبار عشان تحترف او تلعب كوره في حاجات مش الملعب بس هو الاساس. يعني في اولا البيت ليه اساس، النوم، تنام كويس، تاكل كويس، كل الحاجات دي احنا مفتقدينها كتير. يعني ممكن في فرقه كامله تلاقي اثنين ثلاثه هم اللي بيعملوا الكلام ده. انا مش على فرقتنا، انا بتكلم عموما. يعني المهم جدا اللعيب لازم ينام كويس جدا. اللعيبه بتاعت افريقيا او في اوروبا اقوياء جدا عشان بيناموا كتير. النوم يا جماعه، وانا بناشد كل اب وكل ام عنده طفل صغير لغايه البلوغ لازم ينام كويس. المهم ما فيش سهر، السهر ده يدمر اي لاعب. طيب كابتن ايهاب، كابتن ايهاب عشان اقف بس على نقط واضحه دلوقتي. احنا داخلين هذه البطوله واحنا عارفين ان احنا ما عندناش افضل لاعبين جاهزين لهذه البطوله، ما عندناش افضل كواليتي، ما عندناش الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها ديت، ان ما يكونش اللاعب يكون متاسس صح، يبقى عندنا محترفين، يبقى عندنا لعيبه بتلعب في افريقيا. هل انتوا كجهاز فني بقى كنتوا متوقعين ظهور غير جيد لمنتخبنا الوطني بواقعيه، ظهور غير جيد لمنتخبنا الوطني في هذه البطوله، ولا انتوا اتفاجئتوا؟ لا احنا اتفاجئنا. بقول لحضرتك احنا كان كل تفكيرنا ان احنا هنروح كاس عالم. دي اول حاجه مع الاهداف، انت لازم تحط اهدافك ليه. على اساس ايه؟ على اساس ان حضرتك دلوقتي بتقول لي ان كل حاجه عندنا على مستوى قطاعات الناشئين او على مستوى اللاعبين اللي ما لعبوش في افريقيا او محترفين، يبقى حضرتك حطيت توقعاتك او اهدافك على اساس ايه؟ مع لان احنا واخدين احسن لعيبه في مصر، المفروض ان هم دول احسن ناس في مصر موجوده في هذا السن. انما احنا كمدربين احنا لازم، انت بتدرب منتخب مصر، منتخب مصر منتخب كبير، اسم كبير، يعني عشان تلعب في بطوله لازم تاخدها. ولما بتطلع من البطوله بيحصل مشكله كبيره، او ما بتاخدش البطوله بتحصل مشكله كبيره جدا. انما احنا كجهاز او اتحاد كوره طبعا مشكورا جدا، ساعدنا كتير جدا. انما انا بتكلم ان احنا كنا حاطين هدف ان احنا اولا نروح كاس عالم، بعديها بعد كاس العالم نروح كاس عالم احنا نلعب على البطوله، حتى تاخدها او ما تاخدهاش، بس انك انت تروح لابعد حته في البطوله، ده مهم جدا، ده كان اساسنا. انما احنا كل زعلنا وزعل الشعب المصري ان احنا خرجنا من الدور الاولاني، هو ده اللي مزعلنا، لان احنا ما كناش حاطين السيناريو ده في الاعتبار. احنا اعتبرنا ان احنا نروح كاس عالم ونطلع من الاربعه الاولاني، بس احنا حطينا الاعتبار ده ان احنا نوصل لكاس العالم ان شاء الله وناخد البطوله، باعتبارات ان منتخب مصر واسم مصر في كره القدم اسم كبير وتاريخها كبير. هو ده الاعتبار صح؟ الاعتبار طبعا. وانت بتلعب برضه افريقيا، يعني هي يعني انا يعني في افريقيا انت ممكن تلعب مع اي حاجه. يعني قعدنا مع تونس كسبونا مره وهم واحنا كسبناهم مره. بتلعب الفرق اللي هي مثلا زي بنين احنا لعبناها ودي كسبناها. يعني لعبنا منتخب غانا المحليين كسبونا 2-0 بس عملنا مباراه كبيره جدا معاهم. فانا عايز اقول لك احنا مثلا السنغال، هي السنغال بس الفرقه اللي بصراحه مختلفه تماما عن كل الفرق الموجوده، وهي اللي هتاخد البطوله. انا حاسس بكده يعني. انت حاسس انها هتاخد البطوله؟ اه طبعا هي هتاخد البطوله، لان فرقه كبيره، فرقه محترمه جدا. وفرقه عندها كل المميزات وكل حاجه تاخد بيها البطوله. طيب انت فاهمني حضرتك؟ هسالك سؤال يا كابتن ايهاب، وانا اتفهم ان انت راجل موجود عضو في الجهاز الفني وممكن ما تقولش اسماء، بس دي حاجه لامانه للشعب المصري. هل مستوى الانضباط في معسكر منتخب مصر اثناء البطوله كان مستوى عالي من الانضباط، ولا كان في بعض التجاوزات؟ لا تجاوزات، ما فيش تجاوزات. الانضباط اللي احنا كنا عاملينه كان موجود، كان بيحصل، ما كانش في حد بيتجاوز. ولو حد كان تجاوز كنا خدنا معاه تصرف.
انما والله والله كل اللعيبه كلها كانت فعلا محترمين جدا ولاعيبه مؤدبه جدا جدا جدا. احنا ما شفناش في تجاوزات بين الجهاز واللعيبه بين اللعيبه وبعضيها، ما كانش في الكلام ده والله ما كان فيه. انا سمعت حاجات غريبه بيقول لك كان في حاجات بتحصل في المعسكر، والله ما كان في. احنا طول اليوم وطول النهار قاعدين في المعسكر، وعلى فكره احنا كنا قاعدين كلنا في دور واحد، يعني الجهاز مع اللعيبه مع الاداريين كلنا في دور واحد. مفيش حد كان يقدر يتجاوز في اي حاجه او يعمل اي مشكله. طيب احمد نادر فعلا كان متضايق ان هو قاعد على الدكه ومصطفى مخلوف هو اللي بيلعب كحارس مرمى؟ طبيعي جدا ان هو يزعل، وده دي حاجه صحيه جدا يعني. بالعكس انا ما زعلتش من احمد نادر ان هو زعل، لا بالعكس انا مبسوط ان هو زعل انه كان عايز يلعب، ده مهم جدا. انما ما كانش يعني ايه، ما هو في ممكن في ناس بتبقى ايه قاعده زعلانه ان هي قاعده بره وتحقد على زميلها، لا ده ما كانش موجود، لان احمد نادر من الاجوان الكويسه وانسان متربي جدا وانا بحبه جدا جدا جدا. انما مصطفى مخلوف او احمد نادر او كريم نبيل او خليفه اللي كان معانا، كل دول مستواهم زي بعض والله العظيم ثلاثه، ما في حد فيهم مختلف عن التاني تماما. بس انت بتختار حارس مرمى للمباراه دي او للبطوله دي في اعتبارات تانية خالص، انما كمستوى الاربعه والله العظيم ثلاثه كلهم زي بعض. وكان لما كان الكابتن بيسالني مين يلعب او كده اقول له اي حد انت شايفه ده او ده ما فيش مشكله بالنسبه لي. الانتقادات والهجوم اللي ناله الجهاز الفني لمنتخب الشباب بعد هذه البطوله شايفه مستحق ولا غير مستحق؟ بص حضرتك انا عاذر الناس كلها، وطبيعي جدا ان لازم بتنقد الجهاز الفني لان انت خرجت يعني انا عايز اقول برضه بشكل مش كويس. ده اللي انا عارفه. وطبعا الانتقاد بس ما يحصلش تجاوزات، ما يحصلش تجاوزات، نشوف الاخطاء فين ونعالجها بس. انما الانتقادات ده طبيعي جدا ومفيش اي مشكله خالص. هل حد في اتحاد الكره تواصل معاكم بالنسبه لمشواركم مع المنتخب او في جهاز منتخب الشباب، ولا انتم مكملين مشواركم عادي؟ لا ما احنا ما هو المنتخب الشباب ده خلاص البطوله بتاعته بالنسبه له خلاص، الموضوع خلص كده بالنسبه له يعني انت فاهمني حضرتك، انت كنت اخر حاجه ليك بطوله افريقيا او كاس العالم. فانت كده انتهى المشوار اعتقد كده يعني. ما حدش يتكلم معانا في حاجه يعني. طيب سؤال واضح وصريح، هل الكابتن محمود جابر اشتكى للنادي الاهلي من عبد الرحمن رشدان؟ اشتكى للنادي الاهلي من عبد الرحمن رشدان ان هو تجاوز ضده؟ تجاوز ضد مين؟ ضد كابتن محمود؟ اه هو عبد الرحمن رشدان ما تجاوزش ضد كابتن محمود؟ اه لا والله ما لا مفيش حاجه ملتش مفيش خالص يعني. لا ده لعيب صغير، ازاي هتجاوز مع مدرب كبير؟ ما ينفعش. ولا اتضايق ولا اتنرفز ولا اتعصب ولا حاجه؟ اللي مين؟ اللي رشدان ولا الكابتن؟ رشدان مع الكابتن محمود جابر. لا خالص بالعكس. خالص لا بالعكس، الولد محترم وكويس. ما حصلش اي حاجه من دي خالص، لا بالعكس مفيش. انا بعد المباراه قعدت مع الكابتن محمود طول اليوم طول الليل بعد ما خلصت المباراه. مفيش حاجه من دي حصلت خالص بالعكس. طيب كابتن ايهاب، رؤيتك للاعبين اللي انت عايش معاهم في وسط الجهاز الفني، كم لاعب من الجيل اللي احنا شفناه في كاس الامم الافريقيه للشباب دي حاسس انه هيبقى ليه مستقبل ان شاء الله مع منتخب مصر الاول؟ يعني الجيل ده اتقفل عليه خلاص عند هذه اللحظه، ولا شايف ان في بعض اللاعبين هيبقوا موجودين في المستقبل مع المنتخب الاول؟ لا في انا شايف في عناصر كتير جدا من اللعيبه بتاعتنا دي تلعب في المنتخب الاول ويبقى ليها شأن كمان، مش يلعب بس يبقى ليه شأن كمان. يعني انا شايف مصطفى مخلوف ليه شأن كبير، احمد نادر السيد ليه شأن كبير، عمر فايد، احمد شريف، يوسف حسن، في يعني احمد نادر حواش، محمد حمدي، كل دول لعيبه كويسه جدا، واعتقد ان هم لو لعبوا لو اشتغلوا على نفسهم اكتر ويركزوا اكتر ويشتغلوا بلغه الاحتراف هيكون لهم شان كبير. اخر حاجه خالص، في نهايه هذا المشوار مع منتخب مصر للشباب، الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب كان ظالما ام مظلوما؟ لا ولا ظالما ولا مظلوما، لا بالعكس مفيش اي حاجه من دي. انا مش شايف، لا بالعكس الناس كانت كلها محترمه جدا، اتعاملنا مع ناس كويسه جدا جدا اذا كان في اتحاد الكوره او بره او حتى مع الجماهير. بالعكس والله بجد الناس كلها احترمتنا واحنا احترمنا الناس كلها، وكل الناس انا بكن لهم كل تقدير واحترام والله بجد يعني.
كابتن إيهاب أنا بشكرك لساعة صدرك ومتشكر ليك، وبقول لك هارد لك طبعا خسارة منتخبنا الوطني للشباب، وبشكرك كمان أن أنت تحملت زعلي زي زعل كل الجماهير المصرية بطبيعة الحال، وأنا متأكد أن أنت وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين من المفترض كمان أن أنتوا يبقى عندكم نفس الحزن وأكثر. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن إيهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني للشباب.